بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض نكمل كلامنا. تعالى كده، أول حاجة نعملها إن إحنا بقى هنطبق الفاكتوري باترن بالشكل اللي شفناه في اليو ام ال. ولو تفتكر معايا الكلام ده، لو أنت تابعت معايا المحاضرات بتاعت السوليد برينسيبلز، كنا صادفنا موقف شبه الموقف ده وحليناه بطريقة معينة، تمام؟ ولكن إحنا هنا هنطبق الفاكتوري باترن، ولما هنطبق الفاكتوري باترن هلاقي نفسي برضو طبقت السوليد برينسيبلز اللي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده، تمام؟ طيب عشان اطبق الفاكتوري باترن بقى هعمل ايه؟ افتكر معايا اليو ام ال، اول حاجه كان عندي انترفيس، صح كده؟ فهاجي اضيف الانترفيس بتاعي، كان اسمها مثلا هسميها اي بانك فاكتوري. وبعد كده المفروض يبقى في عندي كلاس بيعمل امبلمنتيشن للانترفيس دي، الاي بانك فاكتوري. فهاجي اعمل كلاس هسميه بانك فاكتوري، والمفروض ان انا عندي كان البنك A والبنك B هما الاثنين يتبعوا انترفيس. لو تفتكر الرسمة او ارجع للرسمة لو مش فاكرها، ان البرودكت A والبرودكت B المفروض ان هما الاثنين بيعملوا امبلمنتيشن للانترفيس اللي اسمها اي برودكت. انا هنا هعمل انترفيس اسمها اي بنك، وبعد كده هخلي الكلاسز بتاعتي تيمبلمنت الانترفيس دي، تمام؟ وكان عندنا ميثود في الاي بنك انترفيس، الميثود دي وظيفتها ان هي تعمل سحب للفلوس، وليكن هنسميها مثلا withdraw، هنخليها ترجع بسترينج. دي الانترفيس بتاعت الاي بانك، والمفروض ان انا هخلي بنك A وبنك B يعملوا امبلمنت لمين؟ للاي بانك انترفيس. تعال نطبق الكلام ده اهو، اقول له والله انت هتعمل امبلمنت للاي بانك، اوكي. خلينا نشوف، ناخد الكود اللي كنا كاتبينه هنا ونخليه هو الامبلمنتيشن بتاعه بالشكل ده. نفس الكلام مع البنك بي، خليه امبلمنت الانترفيس اي بنك، السبيلنج هو المختلف. تعالى كده، المفروض ان هو كده بيعمل امبلمنتيشن لمين؟ لنفس الانترفيس. كده انا خلصت جزئيه البرودكت، ده اول تعديل. طيب فين الفاكتوري بقى؟ الفاكتوري اللي هيكريت البنك ده او البرودكت ده، تمام؟ يعني فكر معايا ان البنك ده جنرال اوبجكت، يعني مش لازم يكون بنك، اي برودكت، اي اوبجكت انت عايز تعمله. فهاجي هنا اروح على الاي بانك فاكتوري، الانترفيس دي المفروض يكون جواها ميثود بترجع لي اوبجكت من البنك، صح كده؟ فهاجي هنا اعمل ايه؟ الاوبجكت بتاعي بيرجع باي حاجه بتمبلمنت مين؟ الاي بانك انترفيس، هسميها مثلا جيت بانك، تمام؟ طيب بعد كده هروح على الاي بانك بقى، ده اللي هيعمل امبلمنتيشن للاي بانك فاكتوري، عفوا البنك فاكتوري اهو، ده الكونكريت كلاس، او اتفقنا ان كلمه كونكريت كلاس معناها الكلاس اللي بيعمل امبلمنتيشن للانترفيس، تمام؟ فهاجي اعمل اخليه هنا امبلمنت الاي بانك فاكتوري، وابدا اكتب اللوجيك بتاع الميثود، تمام؟ طيب اللوجيك اللي هنا ده هكتبه بناء على ايه؟ مش انا محتاج الكود بتاع البنك عشان اقدر اكريت اوبجكت، اقدر احدد انا هتعمل مع بنك ايه ولا بنك بي بناء على الكود، فلازم او ضروري ان الميثود دي تستقبل مني بارامتر عباره عن الكود بتاع البنك. فهقول له هنا كده ايه؟ البنك كود، صح كده؟ طبعا طالما هنا كده عدلتها المفروض اعدلها برضو في الانترفيس بالشكل ده. لغايه هنا كده انا عملت التعديل بتاعي. تعالى نعمل الامبلمنتيشن. فاكرين هنا في البروجرام كنا بنعمل ايه؟ اهو اللوجيك ده كده انا هاخده خلاص، الكلاينت مش هيبقى هو المسؤول عن الكلام ده، مين اللي هيبقى المسؤول؟ البنك فاكتوري هو المسؤول عن الكلام ده، تمام؟ فهاجي اقول له والله على حسب الكود اللي جاي لك بقى، تمام؟ سويتش على مين؟ على البنك كود، لو كان بيساوي كذا، تمام؟ ارجع لي بنسخه منين؟ من البنك ايه؟ اقول له ريتير نيو بنك ايه، تمام؟ طيب انت هتقول لي هنا انا هنا بريترن اي بنك، تمام؟ ما هو البنك ايه
والبنك بي اللي انا هعمله ده دلوقتي هما الاثنين بيمبلمنتوا مين، بيعملوا امبلمنتيشن للاي بنك، فبالتالي اقدر ارجع اي حاجه. عشان كده انا عملت انترفيس تمام ريتير نيو بنك بي بالشكل ده. طيب في الديفولت في الحاله العاديه خالص لو ما كانش كده ولا كده هيحصل ايه؟ وليكن خلينا نقول له ريتير نال مثلا، يعني لو ما كانش الكود بيساوي بنك ايه ولا بنك بي مثلا نخليه ريتير نال تمام. طبعا البريك هنا انا بعمل ريتيرن، فالبريك هنا هو فعليا مش هيعدي عليها، عشان كده هتلاقيه بيقول لي ايه ان الكود ده unreachable. يعني ايه؟ يعني انت هنا هتريتيرن فهتخرج من الميثود، فالسطر ده انا مش هوصل له او الامر ده مش هوصل له، يعتبر ملوش لازمه. لو انا مش عامل ريتيرن كنت سبت البريك. طيب ده تاني تعديل عملته. الكلاينت بقى هيستخدم الكلام ده ازاي؟ يبقى انا كده خلاص جهزت الانترفيسز بتاعتي خلاص. تعال نراجعها مع بعض بشكل سريع. ادي عندي الاي بانك انترفيس، جواها الويثدرو ميثود المسؤول عن سحب الفلوس، طبعا ممكن اضيف اي ميثودز ثانيه حسب ما انا عايز، ده مجرد مثال. وعندي بنك A وبنك B بيعملوا implementation للآي بانك انترفيس. وبعد كده جهزت الآي بانك فاكتوري تمام، ميثود بترجع لي أي حاجة بتimplement الآي بانك، وعملت لها implementation في الكلاس اللي اسمه بانك فاكتوري. طيب لغاية هنا كلام ممتاز جدا. الكلاينت بقى هيتعامل ازاي؟ تعال نشوف. أولا خلاص الكلاينت ما بقاش مسؤول إنه يعمل الكلام ده، يعني الكلاينت مش مسؤوليته يعمل بنك A وبنك B، هو كل اللي هيعمله آي بانك خلاص. اي بنك دي بقى ايا كان بنك ايه، بنك بي، بنك سي، ايا كان البنك اللي هيجي اوكي. طيب هيساوي ايه؟ خلي بالك معايا، المفروض هنا استخدم الفاكتوري، البنك فاكتوري دوت، المفروض اخليه اقول له ايه جيت. تعال نشوف البنك فاكتوري الميثود مش ظاهره ليه. انا المفروض اجيب الجيت بنك. تعال نروح هنا هنعمل نسخة من البنك فاكتوري عشان نقدر نستخدمه. بنك فاكتوري اسميه مثلا البنك فاكتوري ايكوال نيو بنك فاكتوري. لو حابب اعمل حاجة في الكونستراكتور ممكن، لو انا عايز اديله ديفولت فاليو او حاجة اقول له البنك بيساوي البنك فاكتوري دوت جيت بنك. طب الجيت بنك مستنية مني مين؟ مستنية ان انا ابعت لها البنك كود عشان تقدر تحدد مين البنك اللي هتعامل معاه، صح كده؟ فاذا انا اقدر دلوقتي ااجل السطر ده لغايه لما اليوزر يكتب لي الكود بتاع البنك. فانا هسال اليوزر الاول عن الكود وبعد كده ابعته للميثود دي. اجي هنا اهو هقول له البنك كود اللي هو فعليا اول 6 ارقام من رقم البطاقه تمام كده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ تعال بقى نكتب النتيجه. اقول له مثلا رايت colored لاين. لو انت ماشي معايا بترتيب المحاضرات الكالرد لاين دي كانت ميثود احنا عاملينها فوق هنا عشان نكتب خط ملون في شاشه الكونسول. تعال نشوف انا هكتب ايه. اقول له اكتب لي البنك دوت withdraw خلاص هنفذ عمليه السحب تمام كده بالشكل ده. تعال نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. خلي بالك معايا انا دلوقتي خلاص انا مش محدد هنا في الكلاينت، الكلاينت ما يعرفش اصلا انا عندي كام نسخه من كلاس البنك او كام نوع من كلاس البنك، ما يعرفش انا بتعامل مع كام بنك، صح كده؟ ادي اول ميزه. تاني ميزه ان انت مهما عدلت انت مش هتعدل في الكلاينت، مش هيحصل تشينج في الكلاينت تمام، مفيش اي تغيير هيتم على الكلاينت. انت لو عايز تضيف بنك جديد هتروح تضيف بنك جديد امبلمنت الانترفيس بتاعه الاي بنك بس كده وخلاص انتهى الموضوع. فانت قللت التغييرات اللي كانت ممكن تحصل زي ما شفناها في المحاضره اللي فاتت، ان احنا لما كنا بنزود كلاس جديد لو كنا زودنا البنك سي كنا مضطرين نعدل هنا في الكلاينت برضه تمام. طب تعال نجرب كده ونشوف الكود بتاعنا هيشتغل زي ما احنا عايزين ولا لا. هاجي اقول له دوت نت ران، المفروض هيطلب مني ان انا اكتب رقم البطاقه، وبناء على رقم البطاقه هيبدا يحدد انا هتعامل مع البنك ايه ولا بنك بي. فاقول له رقم البطاقه اهو مثلا، لو تفتكر ان من 1 ل 6 ده كان بنك ايه، فقال لك فعلا اللي الريكوست هيحصل له هاندلنج بواسطه مين؟ بنك ايه. طيب ممتاز جدا. تعال نجرب مثلا ان انا اخليه على البنك بي تمام. فهاجي اكتب الكود ده 2 3 4 5 6
وليكن كده انتر. خلاص قال لك ان هاندل باي بانك بي بالشكل ده. الكلاينت بتاعي نسخه البنك دي الكلاينت بتاعي ما بقاش يعرف او مش مسؤول عن الجزء اللي بيخليها تطلع. هو مش مسؤول دلوقتي يجيب لي بنك بي ولا بنك سي ولا بنك ايه. خلاص انا عزلته عن الجزئيه دي، ما بقتش مسؤوليته. تمام، دي حاجه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان انا قللت التغييرات بشكل كبير جدا. ان انا لو جيت ازود بنك جديد هستخدم مين يا جماعه؟ كل اللي هعمله هروح اضيف بنك تمام سي، والبنك سي ده خليه امبلمنت الانترفيس اللي اسمها اي بنك، وانتهى الموضوع على كده. تمام، فانت بالتالي قللت التغييرات بشكل كبير جدا في الكلاينت بتاعك، وده الهدف من الفاكتوري باترن. يبقى انا كده طبقت الديفينيشن بتاع الفاكتوري باترن، ان انا فعلا عملت انترفيس، والانترفيس ده هو اللي بيخلي الاوبجكت يحصل له كرييشن، او ان عن طريقه ان انا انشئ اوبجكت بدون ما الكلاينت يعرف الاوبجكت ده بيتم انشاؤه ازاي. مش بس من الانترفيس، لا ده انا فعليا من الحاجه او من السب كلاس بتاع الانترفيس ده، او من الكلاس اللي بيمبلمنت الانترفيس اللي هو في المثال بتاعنا البنك فاكتوري. فالبنك فاكتوري هنا هو ده المسؤول فقط عن انشاء الاوبجكت، هو ده الوحيد اللي يعرف طريقه انشاء الاوبجكت، انت هتعمل بنك شكله ايه. تمام، طبعا هنا لو انا زودت بنك جديد لازم ازود هنا ايه الجزئيه بتاعته، الكود بتاعه كام، لو الكود كذا رجع كذا، لو الكود كذا رجع كذا. تمام، بالشكل اللي احنا شفناه ده. كده باختصار شديد جدا المفهوم بتاع الفاكتوري ميثود باترن وطريقه تطبيق الفاكتوري ميثود باترن، وشفنا موقف اتعرضنا له ازاي ان انا قدرت اطبق الفاكتوري ميثود، او قررت ان انا محتاج فاكتوري. لما تلاقي عندك اوبجكتس كتيره تمام، وانت محتاج تكاري الاوبجكت دي بلوجيك مختلف او بناء على شروط مختلفه مثلا، فانت محتاج تتعامل مع اوبجكت بشكل ما، فاذا هنا الفاكتوري باترن هو اللي المفروض تستخدمه. واتفقنا ان الهدف من الديزاين باترن بشكل عام ان انا اقلل التغييرات، والكود بتاعي يبقى قابل للصيانه بشكل اكبر، وان انا احاول بقدر الامكان اقلل التعديلات اللي تخليني ادخل واعدل في الكلاينت بتاعي. طبق الجزئيه دي وهنشوف مع بعض بعد كده باترن جديد يعتبر تكمله للفاكتوري ميثود باترن، وهو الابستراكت فاكتوري باترن. هنشوفه مع بعض في المحاضره اللي جايه.